كلية الطب، ايش قصر لها ولحد الان ما حد جاء عليها؟ والله هي من ايام من ضربت صار لها تقريبا سنتين ما حد جاء عليها، هسه توتهم دا يعني يهدون يمه، بقت هي اللي يضربوها ما اعرف هي اللي يسووها. زين هاي بالنسبه للجانب الايمن مهمه هذه كليه الطب؟ شو ما مهمه؟ يعني ترجع الحركه بيها كان ترجع الحركه على الاقل يعملون الشوارع يعني حتى الناس تروح وتجي، شلون هسه الناس اذا عندهم دواء وين يروح؟ نعم. شو تطالبون المسؤولين والحكومه بخصوص كليه الطب والجانب الايمن؟ والله طالبهم يجون يعملون اشكو شيء يعني العمرون يسوون المستشفيات يسوون كليه الطب، يعني التلاميذ والله حتى ما حتى مدارس ليش واكو مدارس؟ لا مدارس لا كليه الطب ماكو، يعني ايش ما كان هسه من يعبر يرد له ساعتين من يعبر وقت الدوام. وهي المستشفى موجوده بنفس المكان؟ اي ماكو خمس دقائق يروح على المستشفى ويرجع. مكان خوش موقع قريب على المستشفى. نعم. احد جاء راجع شاف المستشفى؟ والله لا حد جاء، لا 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 ما حد جاء ولا حد راجع ولا الله وكيل. صار لي سنتين هنا من تحررنا لحد الان انا رجعت ما حد جاء عليها ولا حد. هذا زين بالنسبه للكليه مهمه بالجانب الايمن هنا اذا نعم نعم مهمة. شنو اهميتها؟ والله اهميتها هم شويه على الطرق مثلا ما يعبر مين على ذاك الجانب قريبه هنا خاصه الجانب الايمن. ممكن الطالب اذا من المستشفى قريبه عليه يدخل مباشره؟ نعم نعم مستشفى نعم مستشفى قريبه. شو الطالب من الحكومه؟ والله طالب من الحكومه تجي تعمر هاي طب كليه الطب المستشفيات هذه الطرق داق عليهم. هاي تعرف صار لها والله ثلاثين صار لها يما هاي شوارع هذه تشوف عينك. كليه الطب هنا عندنا طلاب مالنا يعني الدرس مالهم شغلاتهم كلها هنا ومكان مقطوعه يعني الشوارع طين وترابات وشوف قدام عينك انت الوضعيه شلون ماشي. ثاني شيء طلابنا وين يدرسون هسه؟ كليه الطب يعني يعني اول شيء انسانيه. والله طالب الحكومه خلي ترجع المدارس كليه الطب المستشفيات هنا جمهوري العامه كلها ترجع لها.